بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مضنا يال يمروين دمان أصحابك شرفت بضن مرتدى قيمة له وحقيقة هاي فرحت إيو إنان كسو قيب قلو أرن كان مانتا هل كان كسو عدا سيدا رقى ورب وشيغين وحي سيدا سيدا ماشي كدعي هاي وكوض حم هاي وحينا تلمان بيسا جابك وحبرش إنه وجر قردني معلمين الدكسيدة فرسمة ذا معاهد فرسمة ذا كوي وحي عن هالجنة التبية مانتي إن المشى أي كم قناعين وحوجا تعلمت جود هان كسكو وحبرش ذا وأهم جاي يهيك سجا نلا شيء ذا ما دام عن أهاي أرضي أما مرنا عن أها معلم وحبردة iyo waxbarashada ba ku eegay waxaan si dhab ah oo daraxsanahay dhurufaha waxbarasho iyo qiimaha ay waxbarashadu ku fadhido xoreynta maskaxda ugu fadhido xoreynta maskaxda jiilka cusub ee soo kordhaya inay maskaxda xor ka noqdaan arab halka qaabaynta mustaqbalka mujtamaana maasha kaliya ay ka suurta galaahi waa waxbarashada هذا واحد برشدة ساينس إيه تكنولوجي إيه ميد سوشيال إيه ميد دينات إيه ميد دقان إيه دمان كسو أي تهيبة ماشى وكسو ترجع شاهي وهبك واحد برشدة هذه هبك واحد برشدة توصل والله يا بعد ذلك ما أنت عوضناه ما أنت مشكلة ده كده بيننا ورك حلين لكن مشكلة ده المستقبل كورن إيه واحد إنك جد من أي نور صدق صنع أيان هذا كجيرنا جيرش إنه اسم الدلالة طبعا طبعا صنع أي سو بدل كران درينكو دي وعيقو ذا اللي يرى مركا إنان وحبارش هذا حوق السارنو سي مستقبل كسوماليا أو إيا لطو محوها هاي وحبارنا وحبارش يدد وحبارتي أو توصن أو مسكعدة كتوصن عقلية كتوصن كان حرقة شروينها قرأ وحبارش هذا وقول تاريخي أه أو سكينتي دمان ساملي دي وحبارش هذا يدد كسوماليا أو أي كجيران معلمين والدين بهذا الدوكسية ذا أقول يهندا هي بهوينتا عالمك أنا تاجرته ده بحياشة هي تاجر هذا جود أنت بقى نقول على نعم حبرشة أنت أكذب وحن كوكل صانع هاي إن ما أنت شركة لسوي مدي وكرسوني بدن قلدهنو مستقبلك هي نظامك وحبرشة عن هيك سنين وحبرشدين وحبرشو وضطشي إسلا جانقات إسكا ورقب كساليسا مثل ملؤون لغي يري لغي سو أكسوم ماه سيدا هادا هالكا نورتين لوغا دواجي وجوه دي وحبرشد سو بلاوضي إن بضانو كميدا ويجوغان وزير دي مسؤول كسو نوضي شركي كان كوري كان واكيل لبادا ليني كي يتبان لابكون يسد حيطبان كماركي لقبتي يوحي كدبي maanuul batalaaba la qaaday hore loo socday horumar la sameeyay waadi karna horumar lama sameeyin ma dhig karno kuma doodi karno waxaan ku doodi karnaa ka badan sameey karnay waa gaabinay aan dheereyn oo aan degdegno oo aan horu socono wax barashada waa xuquuq aasaasi ah oo bini aadam koodan ay leeyeen taas oo la aanteed ay san jir karin xasilooni wax barashadu waxay sal u tahay horumarinta بين آدم كا كورين كيسة يكور سعود كيسة حاجة مانكا مسكحلا يفر يقع فرصة ماذا أنت بس لازم درادين وهيلين كا هو مركز شخصي أهانات إيوه ربها وهم مهان اللي هو جاري كرو يسكو في الناشيو لنعو البقى بعبر شدو دكا سومالي يدو ولا ريال dalkeenu duruf adag inuu muddo dheer ku soo jiray oo durufahaasina ay qaar kood wili taageen yihiin waa dhab wax lama inkiri karo hase yeeshee ma jiraan wax ka saameyn badan marka la barbar dhigo awoodaha la tijaabiyay ee doorka waxbarashadu ku leedahay ka hortaga argagixisada caalamiga ah baridda muwaadinka muhiimadda وضنيادة يمدن ماذا نسمها بلشانة بدأ سيدوكالة وحبرشادو حي دور وين كقادن كرتا سوصاردة
فعد دنبه أن قنايا هو جامي يا شهر قرن هر قبل هر عالمي الدنيا انتبه الصومالية أي كل هذا مدن يا مروين مركي عن كوريا أنيها هذه جار أبالوين وأن يلومين وحن وهايا أما أنك كهاتلا فرصة دي أنيها عن هلا أو حبر الشو إذا قد تقفك ما أنت عن أهل ومستي إلهي وما يكسكو وحبر الشو شخص قفك قد تقوى وحق وياي ما أنت إيوهي أرقل ماذا إيوحا وصوارك إيوحا مسك حديث وليبا خاصة يران تيسي أنت ويران وليبا وحبر الشو بلاشك أهيت كبلا بني سيدوكسي وحوصي إلا هير كلابات جامعة كدال يراهان أنا أقول كسر جيد بلشوني كميجي وليبا رميجا عندك رن مجال كأنا أهين أبهي أقويان وهاي أقويان ديني ذوها وحبر شيء هاي لكن وحبر شو إلى يوم ما تقولي أن هجا جويني أن سيستماتيك اللي جويني أيو سو وحبرتي أيضا أنا وحي هذا كذب بيهورسان وشيني وحبر شو وهو وحبر شو قفكو أما الدين هبرتو أما ساينس هبرتو أما السياسة هبرتو أما بيرتعب هبرته وحبرشه وحبرشه وأنا واحد قفقة قابين يقوش بقرين يعني فصدس الإسيجي عن وحكو برتين كو قرات صدي كونا كوري أنيقا إيو قايبة بدن وبرشدة أما ضد بدن وأخيار تمان تورتي هورتي الفرنية فرصة أي أي ما أنت أنقا تلاتي جوغنو فرصة ديو كارينا بحنو وندا ليرد إيو جيلش السينة أيارمنا فرصة معهام وحل قابنا يو فرسمعها وحل قبنا يجي ماشى أمانة تعبنا وأنا لصو شير وأنا لا تصي ترى أهان ما أنت أيان أدي أت أقصر رينا صدق صار كهر دولدو أنت عني نجبر بري ترى ذا صدق جبار يين لما ذا أيان جوجنا هذا لكن واحد سؤال وين كنت أنت وطيّر طيّر وعي طيّر أو عصر لما أنت ماشى مارس الأوجي يا ربنا وحس أش كتاعين تها ما طوى أكسس سبيل يعني جارست وحبر الشد والدك المي أنا يا أقارنها هاي سو كرسي أنا ولد سكول هذا هذانة ما أنت سويري الله نحرسته فهم كذا ما أنت ضد بدن أو حبرتي أي كسرتي لأن أنا وحبرنا وحيو أهيدي أرين أو دمشقي نرى وهاي way xamaasha way orda way waxaysa sida aan u noolaanay markasta waxaan ugu dhaadaa wax kasta kale baa idinku dul qaadanaya ina wax barashada ka tagtaan idinku ma dul qaadanayo ina wax barashada ka hartaan idinku dul qaadanayo waa dhacay sanadkan wiilkaaga in la yiraahdo idinku ma dul qaadanayo inta kale oo dhan waxa aad laysaan waa idinku ma dul qaadan kara dareenkaas iyo waciiga meeshaas joog maanta أقفنمو هوية ذا الصوماليات تورة جوكتا محام كرا عيلا هيا ما أنت داد بدن أو والدين أما مرها أما ويلي هنا فرصة دي إلهيين هوية ذا برقع يشي أو أهيدي عنو قلنا يقدري كران سكول أيضا بشا مركي دماتو لعكتي فيقا كان على هيا ما أنت تحدي أما عقبتها والد في الصومالية الدنيا ارتاع تولوي كينا انت بدأ اسكولات أرضا داس معانت الله الشارعي انت بدأ مقالوي الواوين يا مقالوي كحيري يدقموي ككنو لي تولوي كينا كنو الآدي آدو يرتاع وان صوار كي هذا مركي شباب الحرية كدب تولوي كوحكي جاء اسكول كما جروا عافمات كما جروا دكس قرآن حتى كما جروا قف نلاش مع سوسو برباري واد كران كرتا قيمها يا ماشي وحكي جوان دلكينا هلكا اوغو دنبيس ايو كغه جيرا دمان قيمينتا عالميغا اي واخ برشو مر نبا كوما فرح سنين ديوانك نو يال وا برمدو او كو تالا تاريخ دين يا ديب دع ان كو سمينه دقنكينا واخ برشو وحان حسوستا ان بدن أبوانيت الصوماليات أردت أسكدي يدتك الصوماليات سلي أهالي لي وحبرش الصومالي دوني ذا مركلة فيني وادتك كليا
laga heli karo wiil ama jiil inta wax barata ayagu ugu horeeyay ee hadana tacliinta meesha ugu sareysa ka gaaro wiil ama gabar aabihii iyo hooyadii aanay weligood iskuul tegin ee haddana ama muxuu ahay aqoonta ugu sareysa PhD-da gaara ama maxaan ku raadaa researchska cilmi baarisyada ugu waaweyn sameeya ama jaamacadaha adduunka kuwooda ugu macnaha badan ka ah macalin bare cilmi baare hooyadii aabihiina weligii iskuul ma ayan aadin ummadaha adduunka uma badna sidaa taas marka waxay tahay calaamada aan ka qaadanayno haddii qofka soomaaliga ah fursad la siiyo inuu meesha meel ugu sarreysa u gaari karo sidaas daraaddeed ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto iyo saaxiibada caalamka ee nala joogaahay dhammaanteen aan ku mashquulno sidii aan fursad u siin lahayn wiilka yarkaa iyo gabadha yarkaa ee soomaalida ah intaan macalinka soo ahay waxaan soo maray oo maanta aan ku faanayo oo jooga oo madax ah oo mas-uuliyiin ah oo aqoon-yahanna waaweyn oo la yaqaano ah ilmo soomaaliyeed oo aan sinaba fursad u heli karin inaan fursad aniga iyo ragdan saaxiibadee aan fursad siinay maanta ay talada dalka dadka haya ay ka mid yihiin dhaqaalaha dadka haya dalka maanta ay ka mid yihiin wiilashii noocaas ahay ama agoon ha ahaadeen hooyo iyo aabba waaye ama wiil yaroo isagu isdirayay laakiin hooyo iyo aabba dira waaye laanna hooyadii aabbihii $10 bisha aakhirkeeda ay heli lahaayeenna ma hayan asiga saxankiisii bariiska ahaa ayayna la tacaalayeen ay ku mashquulsanaayeen yoolalka siyaasadeenna waxbarasho dowladda haddaan nahay soomaaliya way cad yihiin kow inaan kordhinno isqurista iskoolaadka ay ardadu isqurayaan waxaa afka qalaad lagu yidhaahdo access gaaritaan in la kordhiyo iskuulaadka tirada ardayda ah ee gelaysa waa qodobka koowaad kan labaad in la dhaqan geliyo wax manhaj habaysan oo wax lagu barto waxbarasho iska dadaal wax kuma dheelay sida bal un ba'tadiina dhig muxuu ahay buug xagga ka soo qaad mid kale xag ka soo qaad maaha manhaj qaabaysan midaysan oo loogu talagalay inuu soo saaro qof soomaali ah oo toosan waa qodobka labaad qodobka saddexaad in la hubiyo barid taya sare leh manhajkii waa haynaa iskuulkii waa furan yahay macalinkii waa keenay waxbarashada tayada sare leh macalinkaa ka mid a waan arkaynay maanta nambaradii halkaan loogu soo dhigay macalimiinteenna maanta waxbarashada ka shaqayso inta tababaran iyo inta aan tababarayn inaan macalinka tababarno oo aaliyaadkii oo wax ku fududayn lahaane loo helo intii suurtagal ahe loo heli karo maanta maadooyinka ugu waaweyn iyo waxyaabaha tacliinta laga tegla waa technology educational technology in si casriya ardagii wax loo fahamsiiyo fudud saacadaha uu haystaa wax badanaa lagu fahamsiin karaa marka technology-ga la isticmaalo technology-ga waxbarashada waa midkan ka hadlaayo midkii kale ee naloo sheegay ee daatada iyo xogta iyo maamulkeeda iyo sida xogta loo helaya ah ma aha sidaas daraaddeed waxbarashada si aan sare ugu qaadno heerka isqurista ee wiilasha iyo gabdhaha iyo heerka dugsiyada hoose ee heerka dugsiyada hoose iyo sare haddii aan ka badan hadda maanta aan joognaahay in ka badan 3 million oo dhallinyaro soomaaliyeed ah oo iskuulka da'di ay gaari lahaayeen gaaray ayaan waxbarasho haysan 4 million waa la yiraa 5 million waa la yiraa laakiin waa meesha ugu hooseyso inta kale 3 ilaa 5 million intuu dhexayso arday oo iskuulkii gaartay gabdho iyo wiilal yaryar oo jidka carada ku beegaya yaa noo jooga waa xoog beri ah oo baaqday dhallinyaradaasi waa khatar beri ah oo dalka iyo dadka soo haysato laanna qofkii haddii aanu
maskaxdiisa aanay qaabaysnayn aqligiisu aanu qaabaysnayn garaadkiisu aanu dhisnayn waa khatar khataraahaas in badan oo ka midana waa soo aragnay waa asbaabta keentay wiil yaroo soomaaliyeed ama gabar soomaaliyeed oo maankeedu uu maran yahay oo waxba aanay ku jirin in lagu shubo ord isu soo qarxiya hooyada aabbaha meesha ku jiran soo dil jannadi aad gelaysaay in lagu qanciyo oo lagu shubo hadda mas-uuliyadda dowladda saara waxay tahay maanka wiilka iyo gabadhaa inay wax fiican ku shubto waxsan ku shubto oo muxuu ah mustaqbalka ay ayaguna wax isu taraan mujtamacana wax ku taraan meesha marka aan u soconnahay waa qualityga inuu noocaas noqdo qualityga qualityga inuu boorasho furfur yaqaano oo boorasho xirxir yaqaana bas ma aha ogoobe amuuroo dhammi waxa waaye waa maanka waay waxbarasho kasta ood gaartahay haddii qofku aw maanka uuna u toosnayn waxbarashadiisu nacfi badan ma yeelanayso dhowaan waxaad la socotiin dadaaladaas dowladda iyadoo aad bilowday 3,000 oo macalin ayaa la qaatay dowladda soomaaliya waxaa u qorshaysan teeramkan 4 sano ah ugu yaraan 10,000 oo macalin oo wax ka dhiga iskuulaadka dowladda in la qaato waa inta ugu yar haddii kale 15-20 haddii aan gaari karnana ka sii fiican laanna staff student ratio-geenna meesha kuma arag laakiin waa aad u hooseeya sidaas daraaddeed 3,000 oo ugu horreysa maalintooda imtixaan laga qaado soomaaliya oo dhan loo bandhigay deegaanadoo dhan loo bandhigay meel kasta lagu qaaday inta badan dadkii isoo tartameen oo hadda muxuu ah uu socdo shaqadiina socoto mar dhow lasoo cayimi doono 3,000 tababaraa la gelinayaa haddana dowladdu fursad kale oo tababar ay furay inay wax bartaan sidii ay ardayda wax u bari lahaayeen iyo sidii ardada u qaabayn lahaayeen waa bilow yar laakiin waa bilow barako waa bilow fiican maxaa la dhihi jiray waa dhibic biyaha oo badda lagu dhex riday laakiin dhibicdaasi haddaanan aqoonsan oo aanan maxaa ku faanin oo aanan laha jeclaysan badda dhanna ma aqoonsanin haddaanan dhibicdaas aqoonsan marka dhibicdaas muhiimadda ay leedahay waa muhiimaddaas dowladda priorities-keeda ugu waaweyn waxaa ka mid ah waxbarashada in la hagaajiyo waxaan rabaa halkan inaan dib ugu noqdo soomaaliya maanta fursad ay haysataa madaxweyne bahda waxbarashada ka soo jeeda oo weligiis waxbarasho maana wax kale aan ka soo shaqeeya ra-iisul wasaare sidoo kale oo asigana waxbarashada maana wax kale aanan ka soo shaqeeya wasiir tacliimeed oo isaguna noloshiisa dhan wuxuu yaqaanaba uu ka soo shaqeeyay tacliinta qaar hadda maanta haddii ay tacliinta soomaaliya aan rukumada u dhigi weyno cudurdaad miyaana laga aqbalaya meelaha kale gaabis waa ka keeni karnaa laakiin muddada aan haysanno shaqo u qalanta iyo ka badan inaan qabanaana laga rabaa waana qabanayna mustaqbalka waxbarashada soomaaliya aad ayuu u sarreeyaa su-aasha waxay tahay marka shirweynahan qaran ee taariikhiga u ah ka jawaabid inuu ka jawaabo ay tahay sidee ayaa nolosha dhallinyarada soomaaliyeed u bedeli karnaa annagoo hagaajinayna mustaqbalkooda waxbarasho maxa ay tahay sida ugu wanaagsan ee labada isbeddelka iyo saamaynta wanaagsan loogu yeelan karo nolosha ardaygaas soomaaliyeed sidaas daraaddeedna mustaqbalka bulshada soomaaliyeed oo dhan loogu yeelan karo shirweynaha mas'alada u taalla maanta oo jawaabo cadcad inuu ka bixiya laga rabo kuwa farsamada gaaridda waxbarashada iyo maxaan ku yidhahdaa qaabaynta maamulka waxbarashada iyo maxaan ku yidhahdaa ah ka sukood waxbarashada sare sidii kor loogu qaadi lahay waxay tahay
عنصر كصومالية المستقبل كسيدو وإكانيا سؤال تاعي ما أنت أيانا سمي كرنا أو أن أبوري كرنا أو أن فرسامي سكشقين كرنا قف كصومالية بري لبعتن سنة صدن سنة كنتن سنة كبعد سلو إكاني دل كستا تاريخ دا أخري أو هرمر جاري ماشي أكبر لابوحي إيه إنو إسبدل كسمية تعليم تيس إسبدل إنو كسمية نظام كوح برشادة أياك كانتي دل كستا هرمر كوغاري ما لعنا كالإيمان إنا إسبدل كسمية تعليم تين قاب كيدا لقنقل كيدا سياسات كيدا فلسفة هيدا ما فرصة موين كيدا كليا واي وحا عنكو حقين جكرنا مستقبل كأنها منين مر والباء وحان كشقين هنا أولو مشغول سيهاي هدف كفوك أسو ماري الله بكم يلحلن ماشا الجوك دونت فيشن 26 يالي لك صدن إسدات سنة مستصدن إطلاب السنة وهذا كدب سو ماري سداء وإقاربنا إنان قارب سوماليا سيدي وإقان ربنا مالين تاس إن أدويدا لأي لما عامش سوماليا داس مانتا واي مالين تاس مرد على ريسو مانتا واي يوحي هاتكوري وحي لسوقبتي وحي يكون دران دونتو وحي بدانا لسوقبتو نوقب صور عنان سيقو رحنو أو آن هوري أسي وضوي سوماليا عقايد اسكتاكتا برواقع نبدون دونيتنا كقيب قالتا هرمر كيدا تقالي هرمر كيدا أمني iyo hormarkeeda maxay bulshada inta badan waaye Soomaalida aan heegsanayno 2006 maxay macno u leedahay qarniga ka soo wareegtay 100 sano ka soo wareegtay markaan dawlad noqonay oo aan xor noqonay santiya saddan sano kadib 2006 2009 meel aan soo joogay saddan sano kadib labakun iyo labatan meel kale aan soo joognay oo jamhuuriyadda saddexaad ayaa noo qoratay isku yareyn mayna markaan soddon kala dhimeynay afartan sano kala toban aan ku darsanaynaa afartan sano kala xagee joogeynaa labakun iyo lixdan hadii la gaarantii aanina waxaan rabaa mar kale inaan u mahad celiyo bahda waxbarashada guud ahaan gaar ahaan wasaaradda waxbarashada دولة فدرالكا وزير كذا وزير الدولة هذا وزير كحجين كذا هي استاف كذا أيضا سدوا كله عربائنا أبو هادي آدي آد ورا هنا ترى سد حكت الله وذاقي الله وذا شقين إلى سوء معنيه وزير هذا وحبر الشدة دولة كبرى ذي هذا أو أه أرضنا ذاتك عندك وهي سياسة الدولة ماشي لقى حق يجري إنا قبصان طاعي صعد وحبر الشدو أن كده ذالن سياسة إنك إيراني يعني السياسة ديني وحبر الشدو سياسة هو نظام مستقبلي أنا قاعد أن سياسة أيوة حلا يجربها ومضى وحام بالرئي 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 دم أقابنا يوم بركي مسؤول قال لك أنا الشاب لكن أنا أكون مشكورة مدة هدى تاين إيو وحلا ساقط إيو وحلا قبتان وأن ولبا سيء وكرة دالك أكون مشكورة صح معها سأصدق وحبذنا إن جت الرمي ساعة وفرها هرت وحينها جاي جسلا جربه لكن سيد هذا أنواع النار وحبذنا إن جت الرمي أمني عن كدافع وحبر الشدة عن كدافع هذه قبل الشدة إنه عفمات وكمدي عن كدافع سأصدق ماشي إلا ذا أنجين أنقه هينه لكن يعني للسياسة دين وحبر الشدة يعني للسياسة دين دولة كبرى ذا ولا راعه حبنا دولة حبنا كا دولة فدرال كا dadaal la badan ka socdo wasiiradooda tacliintana aad iyo aad ayaa u bogaadinaya iyo hoggaankooda intaba in ay hadda diirada ayuuna markooda ay soo saareen nidaamka waxbarashada ee dalka in tagyir lagu sameeyo sida wax dhan oran dhaqaale amniga ku sameeyayna dhaqaale ku sameeyayna kan ku sameeyayna waxa soo dhano ma shaqeynayaan tacliinta hadaan ku sameeyin kaadirka dhaqaalaha horumari lahaa amniga sugi lahaa maxaan ku yiraahdaa caafimaadka toosin lahaa haddii aanan wax soo barin intaas oo dhan gaarimayno marka muhiimadda waxbarashada ay leedahay aan siin ninkii xikmadda Wiseman ninkii xikmadda lahaa muxuu yiri ummadda hadda rabta inaad dumiso macallinka laga galaa macallinka la qiimi tiraa
إلى أرددين سيكوكو قصص أمدنا سوى دوتي أنا يا مركان يا رايون سكول كإلمنتري لغانا يتولد أنجو تولد أنجو نال مرهين مركان ذاتك أنت أورو روم وحي وطن توش كربون يوتين معلنك كربون ديسة ولا يقانا مقو حق كساس ولا حجرني أبينك مالا دانفر نقشا كسنين كربون ذا معلنك وأهيي أنت اللي لك العرى رجل هو معلنك أفجيغة يا مانتا هيناي وانا اللي ماش هسن إنا ككينان ربناوي معلنك إنا كعب صدان كعرران كلي مات رشمت إنا يقوهايا معلنك ولا ريال وحربا arimaha xanuunka badan ee Soomaaliya inay liiska gadaal uga jirtaan sheegay waxyaabaha xanuunka badan waxa ka mid ah macallinku qiimeyntii oo lahay ugu ma haysto wasaaradda waxbarashada waxaan faraya siyaasad macallinka macnaha uu leeyahay kor u qaad yaa waa run macallimiintu aad u tir badan yihiin dhaqaale ahaan dalkeen waa laga yaabaa inuu na gaarin inay nolosh ay laakiin macallinku inuu ka hooseeyo dad uu ka tacliin badan yahay وكشهادة سرية وشالة سوء وحصوبرة وأرددي سيئة دخل سوكرا نسكس حتى معانك إنو واي معقول ما ماشي صحبارنا وقال لمن أنا لن ماذا عقل معلن كالصومالية نرشي سيئة كرامدي سيئة شرفتي سأنكر وقاضينه دقالها باسمها معلنك احترامك وكلها المجتمع الحديث حرف قفك إبرة الضون ونقرها يعني معناها اي لا هاي معلن لماذا اي مهمه اي تلمامي انكر وقادنا ضمان مركله اي مركله وحان بوغادنا بعض وحبرشده مده وحبرشده غاركا اي وحبرشده مخو هاي بوبليكا انتبه مده برايفت كان مده بوبليكا انتبه وحبرشو دنا سيده ددك اسكله هداتي صاحبك نيكا اودغها هلكان كهدليه اي تلمامي وقناع ستدى وحبرشة كلمة سحة معها وحبرشة سيدي إذا باح ضدك إسكالة عنو جيرو صوماليا إلا برباري أو قفر حون أو مستقبل لقد لقاي قيمة هي قويسة حالو بدلك را وحبار مركة وحبرشة أما قار ها أهاتو أما بابلك ها أهاتي وحواي مالا هن قناع سمك الشو مانا أهن mana laga gacan waxbarashada gaarka ah ana ka soo shaqeeyay muddo dheer gudub aanan qaadanin shilna ka soo shaqeeyay waagii dambe oo dawladdu ay naga soo burburaysan waxaan joogay mushaarka macallinka maal iyo labo qoys ka soo biiro oo aan ku filayn oo macallinka ma iskuulka ka yimaado shaqo kale galabti gala ilmo guri wax ugu dhig kambani kale oo shaqeey maadaama dadka wax yaqaanay ahaayeen inta ka bax نرشي السوكار اسكون كنوا آذي كمان باغد ما لنا كمان باغد في ما أي واحد برشة ولا إذا هاي نتذكر نوع عص أي قطة هاي قلب جود أي جودن كرم وزارة حالة جربا معلن كا إن السيدة كبرتوا إن أو قطن عو معلن كو أو أركو قف صومالي أو وناكسن ayuu soo saaruha wax ka weyna ma jiraan material lagu bedeli karo ma jiro laakin waxa soo dhan waa ku soo noqonaya mar kale waxay ka go'aan waa maskaxda waa maanka waa qofka maankiisa sida loo qaabeeyo sida wax loogu sheego waa maanka markasta wax loo sheegi karaa intuu yar yahay uu soo koriyo waxba uu aad u qaado ogyahay laakin anaga waa yeelka xataa wax waan loo sheegi karaa wax waan fahamsi karaa aan rabnaa marka ilaahay inkiisa waxaan rajaynaynaa waxbarasho qaabaysan soo saarta nooca dadka aan rabnaay inay Soomaaliya meeshka aan baqaan saaxiibada caalamka waxaan ku codsanaynaa dawladda Soomaaliya in ugu garab istaag waxbarashada nooca waxbarashada aan rabna anaga aan naqaan waa leenahay karti iyo capacity aan ku aqoonsano nooca waxbarashada aan rabna aanna lagu kaalmeeyo inaan helno oo arruurteena u helno nooca waxbarashada aan rabna nooca waxbarashada dadka la anfacayaa anaga ma anfacayso nooca waxbarashada adduunka horumartay anfacaysana ma anfacayso nooca waxbarashada dad kale oo naga dhaqan duwan ay leeyihiin ma anfacayso waxyaalaha isku midka oo bini aadamka
وحبرشده وحجر النوع قف وابن آدم بركلا منوع وبهي حجر تاس أدون كده ما لو ذاكنا لكن ظروفهن يدقن كان يعقيدهن يفهم كان مجتمعنا مدة كجواب إنسان حبنا مدة سنة أنا جانا كان خبرنا وأنا جا أقويان كده وأنا جا نمك النقشرية كان وأنا جا عارم عالم كونه وقال مايو وحبرشده النوع عاص أه أنا ساعد إيسا أن صورتك قلني صوماليا صدن صنع فرطن صنع كنتن صنع كالكذب إنا يهدان الدنتو أن صورتك قلني إنا ربنا تاسان رجينينا إنا الوسعين طول كمانتا وقوهبو شباب قد دقالان كل جنة خوارجتا مدافعي حبادان سكوش دوهينا لكن طول كمدفع عكسي يبو واكن وحب رشادا جنريشي كاس ما أها قوة صوبحة يأسوا صعدة بس إنا فرصة سينا إنا ربنا كوا سان ربنا إنه كسوء إنه وضدي أو أي لقب صدان ماشى ما أنت عن مرين مجتمع يكال جان قادان هول آدي آدي قرسوا حبت إنه كل أذان مر ربنا حبس إنه كل أذان مر ربنا وحان ربنا إن أي مسكح ذو ذي لخلضي أما وحكا لغوشو إنه أنت كبحن وحن نافع وأي قنا أنفع مجتمعنا أنفع إنه كشم ووح برشكة أو نوع كلا وأي ذلك آدي آدي قالوا عربنا عالمكو إنها صدنا التحديات أما challenges كاس أما عقبتها صدنا ما نورتها ولا دتك الصومالية لكن وحن لا هاي بيسعبدها هذا لو قدر جاه مشاكلات كين إنن حلنا أنسكو في النان أنسكو دين إنن عريسك كير إن عالم صدنا صنو أيها قعنتنا لسوا هاي ودادهنا للي ما أنت وحن جبنا مش أنس عليه لكن إنا صعونا وإنا ربنا هدان مقا قعنتين اللدي أمرو الكفر يسنو أغيرت ماشي جوكتور يا آدي آدي أما سنتين السلام عليكم